السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نشوفوا هاد الرشمه اللي انا كنسميها رشمه الخلاله، عجبتني بزاف وكنتمنى نتوما حتى تعجبكم. اذا هذا الرشمه منياش متكونه، هي كتكون في الجلابه اللي نص طوق هكا كتكون. هذه كتجي من الجهه التحتانيه، هاد القبيبه كتجي لتحت وهذا الشيء، والوريضات كتجي ورده فوق ورده. بحال دابا هذه عندها جوج سنينات، غادي تزيدي جوج سنينات وديري ورده اخرى بحال هكا، بحال هكا يوليو 4 سنينات ورده اخرى لاصقه ورده على ورده من الفوق، جايه من الفوق من جهه العنق الوريضات. وهكا هذا الاخر فين غتبغي تحبسيها، فين غتبغي تحبسي الرشمه غديري هاد الزويويقه، وكتجي كتعطي واحد الشكل زوين. شخصيا انا عجبتني على داكشي، انا هي قررت اليوم غادي نديرها لكم. ولكن بما ان المتتبعات ما كيشوفوش الفيديو كامل، انا ما غاديش نديرو كامل، ما غاديش نديطايي فيه بزاف، لان الفيديو الاخير ديال الرشمه، واحد الرشمه ديال الكوزه، يمكن انا كنت درت فيه، تعمدت ندير فيه واحد الخطا، قلت لي لقاتو تقولها ليا، حتى وحده ما قالتها في التعليق. اصلا كياخذوا الرشمه، كياخذوا الرشمه وكيمشيو، ماشي مشكله، مرحبا بكل شيء. غير هو زعما انا بغيت نعرف واش راه مازال داك البنات اللي كانوا متبعين معايا من الاول كيتعلموا، ولا المتتبعات اللي كاينين دابا راهم كيبغيو غير الرشمه وعامه كيفاش كتصاوب. ما حتى يمكن حتى شي مشكل، مرحبا بالجميع. المهم الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش، الا ما كنتوش مشتركين مرحبا بكم اشتركوا في القناه، والا كنتو مشتركين مرحبا مرحبتين، خليو لي تعليق، ما تنساوش اللايك، لايك باش كطلع الفيديو كيشوفوها واحد اخرين. انا هادشي كنبغي بزاف. شكرا، الا كيعجبكم الرشمه سيعجبكم الخدمه ديالي ولي فيديو ديالي، حتى نتوما ساعدوني، شكرا. مهم دابا غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو الرشمه. اصلا ها هي الرشمه، انا دايراها في الورقه باش تقدروا تتبعوها. ها هي هكا هذا لتحت، هذا لتحت ديالها وهي هكا. ولكن بحال دابا انا خدمت، انا بديت بالوردات اذا خليتها. المهم انا ما غنبقاش نقلب الورقه، غادي نخليكم هكا باش اللي بغات تسكرينيها ولا بغات باش تخليها عندها، ما كاين حتى شي مشكل، صبر نقادها لكم. الهدف هو كل شيء يتعلم وكل شيء يكون على خاطره هكا، باش كده ما يمكنليش هكا. هي هكا، هي نورمالمون كيجيو الوردات، كيجيو الوردات الفوق وهذه كتجي لتحت، هاد القبيبه كتجي في التحت ديال الجلابه ولا قميص ولا. ولكن انا فاش كنجيت نخدم انا بديت بالوردات، اذا مشيت هكا كنت كنخدم بحال هكايا باش تجي هكايا. اذا الوردات ساهلين بالنسبه للي متعلمات، انا غادي نهضر معاهم واحد شويه. الورده ها هي، الورده سهله، هادشي دائما راحنا عارفينه، وانا هنايا راني تعمدت ندير هادو بالالوان باش تبان لكم هالكادر. هالكادر راه غير دي زيكزاك، غير دي زيكزاك ومعمرين، هما اللي كيعطيو هاد الشكل. انا هنايا في الرشمه درتها غير لون واحد، ولكن يمكن لكم نتوما ديروها بالالوان كما بغيتو. هادشي طبعا ساهل، هادشي هادي سهله، المربعات وانتوما ماشيين كنطلعوا، حنا ماشيين مثلا كنخدموا، كتخدمي واحد الحاجه وشي حوايج ما كتكمليهمش حتى كتكوني راجعه على الرشمه وكتعاودي تكمليهم. وهاد القبيبه راني فرقتها هكا باش كتجي باينه واضحه، وهادشي مازال غادي نشرحوه في الفيديو. هي هاد الرشمه مقسومه هكا قبيبات، فهنا هنايا نتوما شفتوني انا درتهم بهاد الالوان. يلا نكمل الفيديو. بغيت ندير هادو نفرق هاد القبيبه، لان ديجا بديتها، راني درت هاد الدخلاني، انا دايره مثلا هنا ودايره هاد الشيء، المهم انا مصوبه للداخل. دابا غادي نفرقها غير هكا، نحسب 1 2 3 4 من جهة هابطة، 1 2 3 4 ومن الرابعة نخشي من جهة هابطة، من جهة هابطة هكا.
باش كنفرقوا هكا الداخل ديال القبيبه. ماشي هكا عاوتاني، واحد جوج ثلاثة أربعة. صافي ها هما هاد القبيبات دابا غتعمرو. اذا هادو غنديرهم غير بالزيكزاك، عرفتي الزيكزاك غير هكا هكا هكا، وزخط هكا وهكا هكا، كتعمروهم وصافي. وكتعمرو عاوتاني هادي، شوف نتوما واش بغيتو ديرو الوان مختلفه كيفاش بغيتو ديرو ليها، حساب اسهل منها ما كاين. اذا صافي هكا غادي نكملو هاد هادي ها هي هكا كنفرقو القبيبات، ها وحده ها جوج، هنا هاد الداخل ها هي هكا صافي بالالوان. ماشي راجعه معاها و انتي كتقادي وصافي. درت الخيط الخضر، غادي نعمر بيه هاد هادي بعدا. هي غنمشيو غير زيكزاك، غنطلع هكا كل زيكزاك، وانا من الجهة هابطة وانا كنعمر هاد الجنب وهاد الجنب وصافي، يعني ما فيها حتى شي صعوبة وزوينة، كتجي حلوة في الجلابة ولا قميص. نرجعت من هنا، يمكن لينا نمشيو لهادي نحمرو هاد الجنيب. ونتي غادي ونتي كتعمري وصافي.
يكون باين ليكم هاد واخا لون الخيط مفتوح، داكشي ما كنبغيش نخدم بخيط مفتوح باش يبان لكم مزيان. دابا انا راجعه وامام طوك ما كنساش ندير هذاك الخط اللي كاين هنا، ما خصكش تنسيه، صافي غير زيكزاك. دابا انا طالعه ندير هذا الخط، الخيط الشر داك الخط اللي كيكون ما بين لي زيكزاك. هذه مصابه دونك غنجي هنا. اسمحوا لي الصوت كيمشي. واني دابا طالعه على هذه، شفتي دابا ملي جيت هنا شنو غادي ندير؟ ملي غنجي لهنايا غادي نطلع، دابا نطلع هنا ونجي هابطه ندير هذاك الخط، ولكن ملي غنرجع لهنا غنرجع نسد هادي. انا دابا غادي طلعت غير باش نهبط نرجع ندير داك الخط. دابا هاد البسطانيه منها مني كنجي هنا كنبدا نمشي هكا، منها كنمشي كندير هاد البسطانيه ونجي ماشيه وكنعمر هاد الجهه. دابا ملي غنجي راجعه على هاد البسطانيه غنمشي لهاد الجهه نصوبها بحال كي صوبت هادي، وامام طمني نكمل ونكون راجع صافي غنكمل ونهبط هكا هكا دير التعمار. انا صافي دابا كملت هادشي. انا دابا ملي جيت هنا غاديش نطلع حتى للفوق، غنطلعش لهاد الراس لا، غنجي لهاد الجهه هنايا وغادا نصوب عاوتاني نبدا نعمر نهبط. سميتو وي دونك خصني الا بغيت ندير هاد الفوقانيه غنطلع هكا غنطلع الفوق، هي هاديك الشرطه بحال غندير ديك الشرطه، ندير هادي ونرجع عليها لا بغيتها، ها كاينين بزاف الطرق ما كاينش غير وحده، وندير ونرجع. دابا ها انا جيت دابا نهبط هكا ندير نهبط نعمر السطر الاخر صافي، وانا عمي طمني غنكون راجعه راني غنبقى نعمر هذا بزاف. زعما في الحقيقه الطرز هنايا راه عندكم بزاف الطرق، يمكن لك دوزي الانسان يفكر بعقلانيه منين غيدوز وصافي، بحال دوك لي لابيرانت اللي كيديروا للدري الصغار اللعبه اللي كيديروا ليهم نفس الشيء. انا دابا غنرجع دابا ملي غنجي لهنا عاوتاني، شتي دابا الا جيت غنسى هاد الخط، اذا خصني دابا نديرو هاد الخط، الا مشيت هنا صافي ما باقيليش كيفاش نرجع نديرو، دونك خصني نديرو دابا هكا. هذا هو المشكل، هذا هو الاشكال اللي كيكون في الطرزيه، كاين شي حاجه الا مشيتي من حداها صافي ما غيمكنلكش ترجعي، خاصك ديري لها خيط بوحدها ولا ديري لها شي حل اخر. دونك هادشي اللي كاين باش نفس الخيط كتبقي خدامه به. هادشي اللي كاين تعمر صافي، كما كنعمر دابا هاد الجهه غنعمر هادي، هادو غنعمرهم بلون، وغادا نعمر هادي ونشوف نعمر هاد الفوقانيه هنايا هاد بحال هادي هنا، نعمر هاد الجهه هنايا الا بغيت صافي. وهادو الا بغيت انا دابا هنايا بالنسبه ليا انا هادو بالنسبه ليا انا دايرهم في الرشمه بالاحمر، اللي بغى يعمرهم بالالوان واصلا غير بتوضيحي باش يبان ليكم ها الكادر ديالها شنو فيها، فيها دي زيكزاك وداخل التعمار وصافي. انايا درتهم بلون واحد، اذا باش تجي مقاده غنكملهم لون واحد نتوما ديروهم باللون. المهم غادي هادشي كله انايا واخا خدمت قبل ماشي مشكله لان ما فيهش صعوبه. وختاما كنتمنى الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي لايك الله يعطيكم الرضا، واللي ما مشاركاش معنا مرحبا بها زيد تشارك معنا في القناه، راه ما فيهاش غير الطرز، فيها تريكو فيها كروشيه فيها بزاف وفيها مسائل اخرى. مرحبا بكم، مرحبا بكم كاملين، وشكرا اللي كتعلق ليا الله يعطيها الرضا، راها كتعطي من وقتها وكتكتب وكتعطيك كتقول لك رايها. شكرا لكم كاملين، ونتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. انا ما كنبغيش نجي كل مره، خصني تنجيب لكم شي حاجه زوينه
ماشي اللي عجباني، شتي انا كندير شي حاجه اللي كتعجبني انا، ماشي اي رشمه صافي هذا الرشمه غنديرها، لا الا عجباني غنديرها. يلا مع السلامه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.